كشفت أكاديمية البحث العلمي عن حصول مصر على المركز 55 عالميا في المؤشر الفرعي للبحث والتطوير وفقا لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 من بين 132 دولة ذكرهم التقرير. ويحتل مؤشر الباحثين لكل مليون نسمة المرتبة 55. يحتل مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير المرتبة 42. كما صعدت مصر في تصنيف QS لأفضل 3 جامعات إلى المركز 49 بعد أن كانت في المركز 51 كذلك في العام 2022. كما صعدت مكانين في مؤشر التعاون ما بين الصناعة والأكاديمية في مجال البحث والتطوير في المرتبة 50 في العام، بالإضافة إلى أن مصر قد صعدت 3 مراكز في مؤشر الابتكار العلمي خلال العام الماضي، تحتل الآن المركز 86 على مستوى العالم.